السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد الكيك من أشهى ما يكون، وغير في الخلاط الكهربائي وبالحليب المجفف. تيجي غزال بزاف. دونك أول حاجة هنايا خديت كاس لاروب ديال الحليب بارد عادي مع كاس لاروب ديال السنيدة، درتهم في الخلاط، وكاس لاروب ديال الزيت. غادي ندير معاهم ساشي ديال السكر فاني، قبيصة ديال الملحة، نيدو الحليب المجفف غندير منو 3 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين، واحد ساشي ديال الكاكاو، نزيدو ساشي اخر. انا تنبين لكم كل شيء بالتدريج، وغادي نخلطو كل شيء في الخلاط الكهربائي. نحاولو نخلطو داكشي مزيان، يعني ناخدو وقتنا في التخلاط حتى ينسجمو لينا كاع العناصر. من بعد غادي نبدا نزيد البيض وحده بوحده، هالاولى ثانية، ونعاودو نضربو كل شيء في الخلاط. من بعد غادي نخويو داك الخليط كامل في ان بول، غادي ناخدو دابا الخميرة ديال الحلوى، درنا منها جوج ديال لي ساشي، والدقيق 225 غرام ديال الدقيق. يقدر يدخل لكم 200، يقدر يدخل لكم 225. انا غادي نوريكم لا كونسيستانس، يعني ملي تهزوا الفوي ديالكم وترسموا به، تكتبوا به رقم 8 ويخرج مقاد ما يتقطعش، دونك لا كونسيستانس راه هي هذيك، يعني الخليط خصو يكون هكا، تحاولوا تكتبوا به رقم 8 وما يتقطعش لكم. صافي، خديت لو مول ديالي دائري، غادي نخوي فيه الخليط. الفران ديالي مشعول على 180 درجة من التحت فقط حتى تنفخ لينا الكيكة، ونشعلو من الفوق تكمل الطياب ديالها. الكيكه ديالي خرجت من الفران، غادي نخليها تبرد عاد نديموليها. دونك انا ديموليتها، شوفوا كيفاش تتجي هشيشه بزاف بحال القطن. غنخليها تبرد تماما وندوز ندير الشوكولا ديالي باش غادي ندهن ليها وجهها. هنا ذوبت شوكولا بلون وشوكولا نواغ بجوجهم، خديت واحد الكميه ذوبتهم وخلطتهم، وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال النوتيلا، ولا على حسب الذوق ديالكم. الا تبغوا المذاق كتير يكون غالب على الشوكولا ديال النوتيلا كثروا منها، سينو اللي بغى يدهنها غير بنوتيلا يقدر يدهنها. دونك تزيين تبقى اختياري، تقدروا ديروا كونفيتور والكوك، يعني اي حاجه متوفره عندكم، ولكن انا داك النهار كنت مشهيه الشوكولا. صافي، من بعد ما بردات ليا الكيك تماما غادي نخوي عليها داك الشكلاط ونوتيلا، ونسرحوا ليها مزيان على وجهها. اللي بغى يدير فيها حتى كاوكاو في الجنيبات يقدر يديرو، دونك تزيين دائما اختياري.
ها هو لو كيك ديالنا من بعد ما قطعته دي مورسو. ها نتوما شوفوا كيفاش تيجي رائع بزاف، ما تشبعوش منه. دونك اللي عجبته الوصفه ديال اليوم ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدير ليا جيم باش يوصلوا كاع الجديد. بالصحه والراحه، الى وصفه اخرى ان شاء الله.